متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتبت روان بضرغم في مقالتها بعنوان عون وصهره في سجن بري والحزب يتفرج، تقول: ست سنوات مضت ردد فيها رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل بأنهما سيضعان الرئيس بري وراء القضبان، إلا أنهما في الواقع أقحم نفسهما في سجن بري لأن رئيس المجلس يتسلى بهما في آخر أيام العهد، ولن يتوانى عن حشرهما عند كل فرصة، ولن تكون آخر تجلياتها في جلسة 13 تشرين، فإذا حضرها تكتل لبنان القوي تصب لخير بري وتحسب نقطة سياسية له، وإذا لم يحضرها فيكونون قد ساهموا إيجاباً في تعطيل النصاب وتطهير الجلسة ونزع اتهام التعطيل عن رئيس المجلس. وكتب أحمد عدنان في مقالته بعنوان الجانب المظلم من الدرزين: شر مستطير يضرب لبنان والمنطقة، يقول: بين متشائم ومتفائل إزاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ترجح كفة التفاؤل بسبب المصلحة الإيرانية خلف الترسيم، وبسبب الظرف الإسرائيلي الداخلي، وبسبب أحوال سوق الطاقة. وترسيم الحدود البحرية والبرية مصلحة لبنانية وعربية لا شك في ذلك، لكن طريقة الترسيم وتفاصيله تنذران بشر مستطير سيصيب لبنان وغير دولة عربية. أما زياد سامعي تاني فكتب في مقالته بعنوان لا أحد يملك كرسي سعد الحريري، يقول: عندما أعلن سعد الحريري قراره تعليق العمل السياسي وكذلك تياره والإحجام عن خوض غمار الانتخابات بغض النظر عن صوابية خياره من عدمه الذي كان ككل حدث في لبنان موضع انقسام المتابعين والمحللين حياله، حتى داخل التيار نفسه أثار قراره موجة عارمة من المواقف المتناقضة التي تراوحت ما بين القبول من الكوادر والمؤيدين والتفهم من المحللين الموضوعيين الحياديين، قابلتها موجة عارمة من المواقف التي هي أقرب إلى الاحتفالية بانتهاء الحقبة الحريرية من الانفعاليين الحاقدين. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني لندلبي.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.